لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعد مرور بوعكة صحية شديدة، زوجة أمير طعيمة تكشف المستجدات وحالته الصحية. قالت جين طعيمة زوجة الشاعر المصري أمير طعيمة أن حالتها الصحية تحسنت كثيرا خلال الساعات الأخيرة وعاد إلى المنزل، مشيرة إلى أنه شفي بفضل دعاء جمهوره. وتعرض الشاعر المصري أمير طعيمة لوعكة صحية شديدة في الأيام الأخيرة، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة. وأضافت المطربة المعتزلة جين طعيمة في تصريحات خاصة أنها تشكر الله أولا ثم الجمهور الذي تقبل الله دعاؤه وشفى زوجها، مشيرة إلى أنه ما زال يعاني من بعض الآلام لكنه تحسن كثيرا. وأوضحت أن زوجها مر بوعكة صحية كبيرة، نقل على أثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الإصابة ليس فيروس كورونا كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته العديد من المواقع. وأوضحت أنهم بالفعل شكوا بأن الإصابة هي كورونا نظرا لتشابه الأعراض، ولكن بعد إجراء المسحة الطبية تبين أن الإصابة ليست كورونا، مشيرة إلى أن الإصابة غير معروفة حتى الآن. وأشارت إلى أن أمير طعيمة لا يستطيع الوقوف على قدميه ويشعر بضعف في جسده بالكامل، معلقة: أعتقد أن هذا نتيجة الحالة النفسية السيئة التي مر بها خلال الفترة الأخيرة، مطالبة الجمهور بالدعاء له. وكتبت جين طعيمة قبل يومين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أشكر كل الناس الذين يتواصلون ويسألون عن أمير، الحمد لله ليس كورونا، ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التليفونات منذ 3 أيام، أرجوكم الدعاء له، وبعد أن نطمئن عليه سنطمئن الجميع، ولو في شغل متأخر ياريت يستنى. يذكر أن أمير طعيمة تعرض لضغوط نفسية في شهر أبريل الماضي وكادت أن تدفعه لإعلان الاعتزال بشكل نهائي، ما دفع زوجته آنذاك للكتابة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: للمهتمين بالأمر، تعرض زوج الشاعر الكبير مقاما وخلقا لضغط نفسي غير محتمل، وعمل بجهد وإخلاص واحترام، ولم أرى في حياتي رجلا بمثل أمانته في العمل على حساب بيته ونفسه وأولاده. وتابعت: آخر أسبوعين تعرض لوعكة صحية شديدة شفاه الله منها بدعاء الأم قبل الجميع، وها أنا طريحة الفراش، اشتد علي المرض لدرجة لم أتخيل أنني سأصل إلى هذا الألم والميكروب العين، لذلك قررت الخروج عن صمتي. وأضاف جيني زوجة أمير طعيمة بقولها: تعرض بيتي لزلزال لا يطيقه إلا المحبون وكاد ينهار، وقررت منذ فترة أن أبتعد عن أي شيء يخص عمل زوجي حتى بإبداء الرأي بسبب الضغط، وأن أكون مثل أي مستمع له في الشارع، ولكن وجب الكلام. يفكر أمير بكل جدية في الابتعاد وتغيير مسار عمله بسبب الضغوط من الجهل المرتزقة غير الدارسين، ولا يعرفون عن الفن وطفح به الكيل، ولن أسمح له بذلك ولن أرضى ولو كلفني الكثير من الخسائر، إنه المبدع والفنان والقدوة والزوج العظيم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.